total solar eclipse occur in Ambra. Ambra of ايه؟ Of moon. طيب ايه بقى علاقة بين أمبرا؟ طيب في وسط الشادو ده، في وسط الشادو ما يبقى فيه شادو، في منطقة هنا بتبقى شبه منورة كده بنسميها شباب سيمي شادو. طب بتقول لنا الاسم الجديد يا مستر بتاعها اسمها ايه؟ قال لي اسمها بين أمبرا. يبقى في البين أمبرا، بين أمبرا ذات اوكير بارشال سولار اكليبس. ليه سميتها بارشال سولار اكليبس؟ Because we can see part of the sun، احنا نقدر نشوف جزء من الشمس. يبقى when the earth come، اما الارض تبقى in بين امبرا اوف مون، اما الارض تبقى في البين امبرا اوف مون، ها we can see part of the sun، نقدر نشوف جزء من الشمس، فبسميها ايه؟ partial ها solar ها eclipse، partial solar eclipse. يبقى تاني لو الارث in بين امبرا اوف مون we can see part of the sun for partial solar eclipse. النوع في الاثنين دولت، في التوتال او البارشل، المون قريب من الايرث، نير تو ذا ايرث زان ذا مين زان ذا sun. طب النوع الثالث عشان ما اطولش عليكم، الانتي امبرا. الانتي امبرا اللي هو النيجاتيف شادو، اللي احنا اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل ظاهره ثالثه او النوع الثالث من السولار اكليبس اسمه ايه؟ انولر سولار اكليبس. ساعتها ايه اللي بيحصل؟ قال لي بيكون المون in higher orbit from the sun، higher orbit from the earth، sorry higher المون in higher orbit from the earth، في مدار اعلى من الارض. المون in higher orbit from the earth ليه؟ قال لي لان المون هيبقى في الحاله دي قريب من الصن، near to the sun than the earth، قريب من الصن اكتر من الارث. هقول تاني، المون في الانوله ها in higher orbit from the earth، higher orbit في مدار اعلى من الارض. طيب فالمون في الحاله دي بيكون near to the sun، قريب من الشمس. So the shadow its shadow doesn't reach to the earth، الشادو بتاعه ما بيوصلش للارث، فبيعمل حاجه اسمها نيجاتيف شادو. نيجاتيف شادو اللي هي اسمها ايه؟ ها انتي امبرا، اللي هي امتداد مخروط الظل. So we can see the sun عامله ازاي بقى؟ ها رينج لايت، منوره كده من كل الجهات، ودي سواد اهي رينج لايت، ايه ده كده سودا، ها وده كده رينج لايت، حلقه منوره. تمام، التلات انواع دولت يا اولاد دكتور بريفيرت بيمنعونا ان احنا سي ات دايركتلي. اشمعنى؟ قال لي لان الصن ايميتس، برغم ان الاضاءه بتاعتها بتبقى ضعيفه قوي، الصن ايميتس هارمفول جازز، هارمفول ريز، بتعمل هارمفول ريز زي مين؟ انفراريد ريز والالترا فايلوت ريز، ذات كوزز بلايندنس، بتسبب حاجه اسمها بلايندنس، عمى لمين؟ للراتينا، راتينا يعني شبكيه العين. سو دكتور ديفايس اس تو ايه؟ to see it by special glasses. الظاهرة دي بتقعد قد ايه؟ 7 minutes and 40 seconds، 7 دقايق و40 ثانية. تمام؟ وقت سبونا